الاهلي امبارح كان اداؤه كويس، والكابتن سامي عامل اداء كويس، وفي تصاعد مع الفرقه وهو عارف الفرقه بشكل كويس، وشاف ان محمد شريف كان كويس وقفشه، وحسام حسن دخل بشكل كويس وحط جون امبارح. هو الماتش حلو بسبب كمان موسيماني مشي، فده كان حاطط ضغط كبير جدا على الاهلي، فان هو يؤدي كده فدي حاجه حلوه في حد ذاتها. يعني هو الاهلي قدم ماتش حلو بصراحه، عرف يكسب الماتش. واه ما كانش افضل ماتش الاهلي، بس الحمد لله عرفوا يكسبوا الماتش باقل مجهود. نجم المباراه الاوحد بسم الله ما شاء الله عليه احمد كوكا، دي نمره واحد. نمره اتنين هو النادي الاهلي لعب بطريقه كويسه، لعب بطريقه محترمه، عارف امكانيات الخصم اللي قصاده. نادي بيراميدز نادي كبير وفي لعيبه محترمه، في لعيبه كبيره. كابتن سامي قمصان لعب المباراه زي ما هو عايز. الماتش كان كويس جدا جدا، انا شايف امبارح ان يعتبر قفشه كان كويس جدا، زياد طارق كان كويس، ويعتبر ماتش كان ماتش تكتيكي كله، كان ماتش كله كويس، وانا صراحه شايف اللي هو يستاهل رجل المباراه سامي قمصان. يلا يا قفشه، حسام حسن اتصعبت جون. النادي الاهلي عمل مباراه في حدود الامكانيات المتاحه في مجموعه اللعيبه الموجوده في الوقت الحالي، وفرقه بيراميدز بتثبت المباراه ان مش الموضوع مش اسامي، الموضوع جهد وعرق واخلاص. هو الماتش بتاع امبارح كان كويس، بس اللي يعتبر نجم الماتش اللي هو احمد كوكا اللي هو الشاب الصغير ده يعني. ونتمنى يعني امبارح الاهلي كان بيلعب بخطه دفاعيه، بس احنا كنا عاوزين نبقى يعني ايه يعني ما نقعدش لورا، عايزين نبقى على طول في الاستمرار في الهجوم وكده. فاحنا نتمنى بعد كده لما يجي المدرب الجديد نبقى عندنا خطه هجوميه